رمضان دايما بيبقى حاجه من الاثنين على الناس، من ناحيه الغذاء يعني او من ناحيه الاوزان، يا ناس بتتخن جدا يا ناس بتخس جدا، وده عايزين نعرف سببه وده عايزين نعرف سببه. وناس تانية بتبقى مرعوبه ان هي عشان الحلويات والعزومات اللي زي كده ان هي تخرج عن مسارها تماما، بالذات اللي عندهم امراض، في ناس عندها سكر، عندها ضغط، حاجات زي كده، فبيبقوا خايفين وفي نفس الوقت مش عارفين يعملوا ايه، والاراده بطبيعة الحال بتبقى شوية ضعيفة برضو. فعايزين نستفيد على قد ما نقدر يعني في الفقرة دي، ونرحب طبعا بكابتن شريف ناجية، مدرب لياقة بدنية، ونحاول نربط كده شوية رمضان بالرياضة وربما تعوض الأكل أو كم الأكل اللي بيحصل. صباح الخير في البداية، منورنا. صباح النور، رمضان كريم. الله رمضان كريم علينا. زي ما حضرتك قلتي في الأول، موضوع إرادة خلاص. وفعلا رمضان بيعدي على ناس يا اما بتاخد التراك الصح يا اما بتاخد التراك الغلط، وده دايما بيكون بسبب معتقداتنا في رمضان. احنا اهم حاجه عندنا ترابيزه السفره، لازم تبقى مليانه عليها كل حاجه، وده طبعا اكبر حاجه غلط. ليه؟ لان ده بيسبب لنا ايموشنال ايتينج. يعني يجي اول يوم رمضان لازم الترابيزه تبقى مليانه، ننزل نعمل شوبينج لرمضان لازم نجيب كل حاجه، ولا كانه الترابيزه والكراسي اكل احنا نقف، مش مهم فعلا وكانه اخر يوم هناكل فيه، يعني ترابيزه من اولها لاخرها. رغم كده ان الصيام اوريدي بعد اول كام يوم بيسبب لك ان المعده الابيتايت بيكون خلاص حصل لها شرينكينج دائر، مش قادره تاكلي بعد 14 ساعه من غير اكل وشرب، المعده ما بتطلبش. وهو ده فايده الصيام، وهو ده اللي بيخلي العالم كله اساسا يتجه على الصيام المتقطع نتيجه او ديبند على رمضان. طب ما منين المعده بتنكمش ومنين في ناس بتزيد في الوزن؟ بتزيد في الوزن بقى لان هو ده الاختيار، فكره في اختياراتنا. انا اول ما بقعد على ترابيزه السفره ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه بتحصل كارثه معجنه بتحصل. فعلا اول حاجه بتحصل كارثه، العصير، السكر. حضرتك حتى لو فريش؟ طبعا طبعا يعني. فكره السكر حتى لو عصير قمر الدين فريش، ما هي دي الفكره. انت عايز تسحب مننا قمر الدين اللي مش بنشربه غير بالرمضان؟ رمضان ما هو ده اللي انا خايف منه، ان انا بقول للناس ايه عكس معتقداتها. ما هي المشكله ان دي هابس احنا كلنا اتربينا عليها. امال الصح ايه بقى؟ صح ان انا ما ينفعش استفز الانسولين في جسمي. ما ينفعش اول ما ابتدي بحاجه اديله دفعه سكر جامده قوي. حضرتك هو نايم، ما ينفعش لما اجي اصحيه اروح رشه بميه يعني في وشه. يعني ناخر السكريات، لازم سواء كانت عصير او حلويات. بالظبط. هو رمضان يعني صيام اسلامي، يعني ايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيفطر بتمرايه تمرايه، وبعد كده بنصلي، وبعد كده نرجع ناكل. فدي خلاص ادت سيجنالز، ادت اشارات للمعده ان هو هيدخل لها اكل. اوكي. فالمعده هيئت نفسها. فاللي بيسيب الثلاث او الخمس دقائق او تفر المده بتاعه الصلاه ويرجع تاني، يرجع بقى على وجبه طبق مش طبق، يقعد بقى ياخد منه من اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت، وي وي وي. لا، حدد حضرتك عايز تاكل ايه زي اليوم العادي. حضرتك يومك العادي بتروح البيت محضر الاكل، طبق رز، طبق فراخ، طبق خضار، وتفر انواعه ايه، او يعني ستارشز يعني كربوهيدرات بروتين خضار. طيب احنا عايزين يحصل كده في رمضان، احنا مش عايزين يبقى الطبق فيه بشاميل وفي كفته وفي بانيه وفي 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 وفي. فالمعده بيحصل لها ستريس رهيب. لان يا فندم المعده قاعده من 15 ل 16 ساعه ما بتشتغلش. ففجاه حضرتك بتيجي بكميه الدهون الثلاثيه، كميه الكربوهيدرات، كميه البروتين، كميه كل حاجه دي، وبتروح جاي ضاغط عليها، وقبليها ضاغط عليها بعصير، وجاي بعد كل ده الناس عايزه تتفرج على المسلسل وترجع تاني سكريات. تروح جاي بقى على محوله على السكريات. السكريات اكبر كارثه. بلح الشام. بالظبط، اكبر كارثه بلح الشام، الزلابيا، الكنافه. ليه؟ لان دي خلاص دي ما فيهاش نقاش في عمليه هضم. يعني الفاتس الدهون ليها نقاش في عمليه هضم. على حسب حضرتك حرقك، حرق حضرتك، كل واحد فينا يختلف. والجينات هي اللي هتكسب. انت شايف علامات الاحباط اللي اترسمت على وشها؟ جدا. وعلى فكره الاحباط ده مش على وشها بس، الاحباط ده على اي حد انا بكلمه على رمضان. بلح الشام ده هنعمل ايه؟ بلح الشام. طب يا كابتن شريف.